تشاهدون في هذه الحلقة أكثر من 20,000 طالب وطالبة يواصلون اختبارات الشهادة الثانوية بتعز، والتربية مستمرون في مواجهة ظاهرة الغش حتى النهاية. وادي الضباب جنة الله في أرض تعز، وما هو المصطافين وعشاق التنزه. لإصلاح ما أفسده طيران التحالف بتعز، عملية جريئة تحول باص نقل متهالك لطلاب الجامعة إلى صهريج للمياه. أهلا بكم من جديد. مستهل حلقتنا إطلالة سريعة على أهم الفعاليات التي شهدتها تعز هذا الأسبوع. أعادت السلطة المحلية بمحافظة تعز تفعيل فرع الإدارة العامة للجمارك والإصدار الآلي، وذلك بعد توقفه لأكثر من 5 أعوام بسبب حرب ميليشيا الحوثي الإنقلابية على تعز. ويأتي تدشين العمل في مكتب الجمارك ضمن خطط تفعيل مؤسسات الدولة وتطبيع الحياة في مدينة تعز التي لا تزال تتعرض لحصار جائر من قبل الميليشيا الإنقلابية. ويؤكد مهتمون بالشأن الاقتصادي أن الجمارك من أهم المكاتب الإيرادية بالمحافظة، حيث سيسهم في رفد خزينة الدولة عبر البنك المركزي. واعتبر استئناف العمل بجمارك تعز خطوة من شأنها التخفيف عن المواطنين من الذهاب إلى الجمارك في منطقة الحوان الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين. احتضنت مديرية القاهرة بمدينة تعز فعاليات اليوم الفني المفتوح للتعايش الذي يأتي تحت شعار مشروع تعز ألحان الحياة. وتهدف الفعالية التي أقامتها منظمة شباب بلا حدود إلى تعزيز التعايش والسلام المجتمعي من خلال رسالة الفن. وأكد القائمون على الفعالية أن الأيام القادمة ستشهد إبداعات فنية في إطار هذه البرامج التي تأتي في ظل تواصل الحرب على تعز، وبما يسهم في تعزيز التسامح والتعاون بين أفراد المجتمع. مشاهدينا، تتواصل في تعز الاختبارات النهائية لطلاب الثانوية العامة لهذا العام، ولعل عمليات الغش والفوضى والتجمهر أمام المراكز الامتحانية التي شابت امتحانات الأعوام الماضية قد مثلت التحدي الأبرز للمسؤولين على العملية التعليمية في تعز، تحدي يؤكد مكتب التربية والتعليم عزمه على مجابهته والتغلب عليه باعتبارها ظواهر دخيلة على تعز وبما يضمن مخرجات تعليمية جيدة. على غير الأعوام السابقة وبأكثر التزاماً وانضباط، جاءت الصورة عن سير الأداء في امتحانات الشهادة الثانوية في جميع المراكز الاختبارية بمحافظة تعز، حيث يواصل أكثر من 20,000 طالب وطالبة أداء الامتحانات لهذا العام. أسئلة سهلة ما في بالصعوبة، يعني كلها على سرح الطالب على مذاكرته، يعني مشيت الحمد لله تمام. بالنسبة لي خلصت سريع وكانت سهلة والحمد لله، إن شاء الله يكون باقي المواد كذا. في شوية يعني مش إنه غش كثير، كذا حاجة بسيطة مش إنه كثير فيه. ولعل الإجراءات والتدابير المكثفة التي اتخذها مكتب التربية والتعليم بدعم من السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية من الأسباب التي سهلت إجراء الاختبارات في 17 مديرية وفي أجواء هادئة بعيدا عن مظاهر الفوضى والعبث الذي شاب الامتحانات خلال الأعوام السابقة. ظاهرة الغش تتلاشى نوعيا وأيضا نتيجة للتعميمات ونتيجة للتنبيهات من مكتب التربية ومن المديرية بأساس أن هناك ضوابط ستعمل بمن يغش سواء كان من المعلم أو من الطالبة أو أيضا من اللجنة الأمنية، بحيث أنهم أيضا منعوا التمركز أو التجمهر في داخل المركز. ما كان يتخوف الطلاب منه وتحديدا صعوبة الأسئلة في المواد المختلفة لم يحصل، وزاد بعض ممن يعملون في اللجان الاختبارية التأكيد بأن الامتحان الوزاري للثانوية لهذا العام أخذ في الاعتبار مراعاة الجوانب النفسية للطالب الذي يعيش أجواء حرب تفرضها ميليشيا الحوثي الإنقلابية منذ 5 سنوات على تعز. أكيد بيراعوا نفسية الطالب في الأسئلة،
وأيضا إنما يحتاج إلى إجابة ومذاكرة من الطالب نفسه. ها والأسئلة ممتازة، وقد أجت في الصباح طبعا لجنة من الوزارة. يعبر كثيرون من العاملين في الحقل التربوي عن رضاهم بعد تجاوز الكثير من العراقيل والمظاهر السلبية كنتيجة لجهود الجميع، غير أن شكاوى أبداها ملاحظو القاعات بشأن المستحقات التي تجعل إشرافهم ورقابتهم داخل اللجان على المحك. الحوافز التي تصل من مكتب التربية حوافز لا لا لا, لا يستطيع الإنسان يتكلم عنها، ضئيلة جدا، فينبغي أن تنظر وزارة التربية والتعليم بعين الاعتبار للجانب المادي للمعلم أثناء العملية الاختبارية في المراحل الثانوية. وللوقوف على عملية سير أداء امتحانات الشهادة الثانوية، يسرنا أن نستضيف الأستاذ عبد الواسع شداد، مدير عام مكتب التربية والتعليم بتعز. أهلا بك أستاذ عبد الواسع معنا في هذا اللقاء. أهلا وسهلا بكم، ونحييكم في هذا المكان، ونحيي من خلالكم كل وسائل الإعلام التي قامت بالتغطية المباشرة لكل الإجراءات الأولية لإجراء عملية الاختبارات. شكرا. نبدأ من حيث ما يقلق المواطن في تعز حول مخرجات العملية التعليمية، كيف تعاملتم في مكتب التربية هذه السنة مع ظاهرة الغش في المراكز الامتحانية؟ كل التركيز كان من بداية فحص ملفات أو وثائق الطلاب المتقدمين لأداء الاختبارات، وكان همنا الأساسي هو كيف أن نحد من هذه القضية ومن هذه العملية، ابتداء من وقت مبكر من وثائق الطلاب المتقدمين تم فحصها بطريقة جيدة وبلجنة متخصصة من قيادة أو من قيادة المكتب، وابتداء من هذه الخطوة تم إقصاء ما يقارب من 662 طالب وطالبة كانت وثائقهم غير سليمة. من هنا بدأت مكافحة الغش. انتقلنا بعد ذلك إلى اختيار رؤساء المراكز الاختبارية، وألزمنا جميع مدراء المديريات بأن يرفعوا مرشحين 3 لكل مركز اختباري، على أساس تم مناقشة 3 شخصيات هنا واختيار أنسبها لرئاسة المركز الاختباري. وفي بعض المراكز رأينا أن 3 المرشحين غير قادرين على إدارة المركز الاختباري بشكل سليم، وتم ترشيح بدلا عنهم من هنا من المكتب. وسائل مكافحة الغش أيضا بدأت من وقت مبكر بإعداد خطة أمنية محكمة لما يقلق الطالب وما يسبب له تشويش أثناء عملية الاختبارات، وهو الظواهر التجمعات الموجودة خارج المراكز، ظنا منهم بأن وجودهم في هذا المكان سيدعم الطالب الموجود في داخل الفصل. هذه الإجراءات أستاذ عبد الواسع التي تتحدث عنها، نستطيع أن نقول كم نسبة الغش هذه السنة في المراكز الامتحانية؟ كم حدودها؟ نحن تجاوزنا 60-70% من هذه الظاهرة، ولا تزال هذه الوسائل إلى الآن مستمرة. فنحن في أول يوم اختباري أخرجنا 7 حالات انتحال شخصية للطلاب يجلسون في مقاعد، طلاب غير موجودين ويقومون بأداء الامتحانات عنهم. تركنا هذه الحالات تمشي وعملنا محاضر بإلغاء الاختبارات أو حرمان هذا الطالب الذي أدخل طالب بدلا عنه بحرمانه في جميع المواد الاختبارية. في اليوم الثاني شددنا من الإجراءات في هذه العملية ومن مطابقة صورة الطالب مع الطالب الموجود، وتم أيضا اكتشاف 17 حالة انتحال شخصية أخرى. أيضا تم التجاوز بإخراج هذه الحالات وعمل محاضر بإلغاء جميع المواد الدراسية لهذا الطالب. ولكن عندما رأيت أن الأمور بدأت تتفاقم وبدأت تزيد، عملنا تعميم إلى مدراء التربية والمديريات، رؤساء المراكز الاختبارية، قادة أو مسؤولين الحراسة الأمنية الموجودة داخل المراكز، قيادة الحملة الأمنية الموجودة والمتحركة، 10 أطقم متحركة لمتابعة هذه القضية، وأبلغناهم بأن أي طالب يتم اكتشافه وهو يقوم بانتحال شخصية طالب آخر
يتم القبض عليه والذهاب به إلى الجهات الأمنية. هل كل هذه القرارات التي اتخذتموها والإجراءات الأمنية المرافقة دور في انحسار هذه الظاهرة؟ بكثير جدا، وخصوصا كما قلت اليوم مثلا تم اكتشاف حالة انتحار شخصية، بدل أن نقول للطالب اذهب ونقول يعني نحرم الطالب صاحب رقم الجلوس الحقيقي من جميع المواد، أيضا هذا الطالب المنتحر الشخصية اليوم تم اكتشاف حالة وهو الآن في داخل إدارة الأمن لإحالته إلى النيابة العامة وتطبيق المواد الواردة في لائحة الاختبارات، يعني كانتحال شخصية في الاختبارات مثل في المهجر، يعني هناك مواد قانونية شديدة في هذا الجانب. تطبيق هذه المواد أيضا سيكون رادع لبقية الطلاب الآخرين وسيمنعهم من الدخول. بالنسبة إذا ما تحدثنا عن سيرة الاختبارات الوزارية، هل رعت الوضع الذي تعيشه تعز والطالب جراء الحرب المستمرة على المدينة؟ بالنسبة ل يعني وضع الأسئلة، كانت بعد استدعاء فرق التوجيه المركزي من جميع المحافظات المحررة، وتم استدعائهم إلى وزارة التربية والتعليم ودراسة من خلالهم يعني مستوى أداء المنهج، مستوى ما قطع من المنهج، الأمور التي درست والأمور التي لم تدرس، وبذلك يعني الأسئلة راعت كل هذه الأمور. ومن خلال زيارتنا للمراكز الاختبارية وسؤالنا للطلاب هل هناك سؤال في مكان لم يتم دراسته، نجد الإجابة كلها لا حتى الآن، وإن شاء الله تسير الأمور بهذا الشكل. المراكز الامتحانية خارج المدينة أو تحديدا في الأرياف كما هو معروف هي تشهد حالة أكثر فوضوية من المدينة، ونسبة الغش مرتفعة فيها بشكل أكبر، كيف تسير عملية الامتحانات في هذه المناطق؟ بالعكس، نحن في العام الماضي عانينا من المدينة أكثر من الريف، ولذلك كثفنا من الرقابة سواء الأمنية أو الدقة في اختيار رؤساء المراكز في المدينة أكثر من الريف، ولكن مع ذلك في الأرياف سواء مقارنة هذا العام بالعام الماضي سواء في المدينة أو في الريف فهناك فارق كبير جدا. نحن نطمح إلى أن تنتهي هذه العمليات نهائيا، ولكننا أيضا نقول هذه العملية تم تكريسها لفترة زمنية طويلة ولا يمكن اجتثاثها بفترة يعني في عام أو عامين. نحن في العام الماضي حدينا من هذه الظاهرة كثيرا، وكان ثمن لهذه الظاهرة أحد المراقبين داخل القاعة، يعني يستشهد داخل قاعة الاختبار. هذا العام كان الشدة في هذا الجانب أكثر، ويعني تم تقدم كبير في الحد من هذه الظاهرة. إن شاء الله يعني مع اختبارات العام القادم تنتهي هذه القضية تماما، ونحن في العام الماضي ونحن ندفن جثة الشهيد أنذرنا أو أشعرنا جميع القيادة التربوية بأننا سندفن عملية الغش مع دفن الجثة هذا الشهيد إن شاء الله. جميل أستاذ عبد الواسع، إذا ما تحدثنا عن أيضا عن وضع الطلاب النازحين وكيف تم استيعابهم في المراكز الامتحانية؟ طبعا عندنا نوعين من النازحين، في نازحين من محافظات أخرى، ولدينا أيضا نازحين من مديريات غير محررة إلى هنا، فالجميع تم استيعابهم، وأيضا هناك توجيهات واضحة من قيادة وزارة التربية والتعليم ممثلة بالأخ الدكتور عبد الله سالم لملس وزير التربية، ومن هنا وعبركم أيضا نقدم له الشكر والتقدير على رعايته المستمرة ومتابعته المستمرة لإجراء عملية الاختبارات. كانت توجيهات الوزارة صريحة في هذا الجانب، وأنه يعني نستقبل الطالب النازح سواء كان ممن تقدم للاختبار في الجهة الأخرى وحصل على رقم جلوس، فنعتبر أن هذا الرقم الجلوس هو رقم جلوس صحيح حقيقي، ونتعامل مع هذا الرقم الجلوس هنا، ثم بعد ذلك نصدر له استمارة نازح ويدخل الاختبار بهذه الاستمارة. الأستاذ عبد الواسع شداد، مدير عام مكتب التربية والتعليم بتعز، شكرا جزيلا، كنت ضيفنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم ولقناتكم المفضلة والمحبوبة لدى كثير من العاملين في قطاعنا التربوي، ولدي شخصيا يعني لا أستطيع أن أنام قبل أن أتابع هذه القناة، وإن شاء الله تستمر بهذا الوهج وبهذه القوة والحماس، وخاصة في متابعة القضايا التي تهم المجتمع اليمني بشكل عام والتعزي بشكل خاص. شكرا جزيلا لكم. مرحبا بكم من جديد.
يعد وادي الضباب أحد أهم وأشهر الأودية الخضرة بمحافظة تعز، ويتميز الوادي بمياهه الغزيرة وخضرته الدائمة، ما جعله متنفسا سياحيا يقضي فيه سكان تعز جل أوقاتهم، لا سيما في الإجازات والمناسبات والأعياد. نتابع. هروباً إلى حيث تستقر النفس، وقد مللنا المدينة وبتنا نعايش همّاً يشكونا ونشكوه عن غربة الروح في دنيا من الضجر، حزمنا أمتعتنا ويممنا وجهتنا قاصدين وادي الضباب، حيث امتداد الأرض المخضرة والأجواء الباردة المنعشة ومياه الوادي الغزيرة الدفاقة. إلى الجنوب الغربي من مدينة تعز يقع وادي الضباب، والذي يعد بمثابة الرئة التي تتنفس منها المدينة والمناطق المجاورة. يعتبر وادي الضباب من أهم الأودية الموجودة في محافظة تعز، حيث وقد ذكر هذا وادي الضباب في جانب أودية أخرى مثل وادي تبيشعة ووادي رسيان وغيرها في كتاب صفة جزيرة العرب للمؤرخ الشهير الهمداني في القرن الرابع عشر الميلادي. ويعتبر وادي الضباب في الوقت الحالي من أهم المنتجعات السياحية التي يروح الناس عن أنفسهم في محافظة تعز. يعتبر وادي حنا بمديرية جبل حبشي المنبع الرئيسي لمياه هذا الوادي ذي الجريان الموسمي، والذي يتغذى من روافد عدة من مديرية صبر الموادم. روافد هذا الوادي هي من المياه الموسمية، مياه الأمطار، حيث يوجد هناك سائل الطارق التي يأتيها الماء من عدة مصادر من جبل صبر مثل المشرعة وحدنان، وأيضا من العروس تأتي سائل العروس، ومن بني منصور ومن ذي حمادة ونارقة إلى هذا وادي إلى وادي طاروق الذي يمتد إلى وادي تبيشعة ومن ثم إلى باقي الأراضي التي تجاور هذه وادي الضباب. اتخذ أبناء تعز من هذا الوادي وأشجاره النضرة متنفسا لهم، فهو متنزههم الفسيح، يعيشون في ظلاله الوارفة ويشربون من مياهه العذبة الزلال، وهو حديقتهم حيث يقضون فيها وصغارهم مع زقزقة العصافير وتغاريد الطيور أمتع الأوقات، ودون وجود لأي تشويش مما يعكر الصفوة ويكدر الراحة والاستجمام. على أي من مساحتها الخضراء تجد الصغار يلعبون، يسرحون ويمرحون، ويسعدهم فرحاً أن يكون لهم متعة مع الحيوانات الأليفة التي تكثر في الوادي كثيف الغطاء النباتي والعشب. احنا للضرب نشم هواء، نغير جو، تغيير جو، نرجع للمدينة. لتغيير الجو والمناظر الطبيعية والجميلة، ونقضي الأعياد والإجازات في الضباب، ننام في أحسن المناظر في تعز الضباب والمناظر الخلابة. يمتاز وادي الضباب الذي جاء ذكره على لسان مؤرخين عرب قدامى بخصوبة تربته، ما جعله أرضاً ملائمة لزراعة المحاصيل مثل المانجو والباباي والذرة الشامية وغيرها من المحاصيل النقدية كالبني اليمني الشهير. وهذا الغنى في المحصول جعل وادي الضباب سلة تعز الغذائية. استهوتنا تفاصيل الوادي الذي يعد أحد روافد وادي رسيان الشهير، واستغرقنا الزمن مع مناظر الطبيعة الخلابة ليباغتنا الغروب مدركا مانحا إيانا هو الآخر فرصة للتأمل
ووقت كانت شمسه إلى زوال وقد أقفلنا عائدين. قد تقف الحاجة عائقا أمام الكثير لتحول بينهم وطموحاتهم، غير أنها في كثير من الأحيان تمثل دافعا للإنجاز. في فقرتنا التالية سنتعرف على قصة نجاح لموظف ومهندس في جامعة تعز، كان الدافع وراءها مجابهة ظروف الحرب على تعز ووضع حلول لنقل المياه. حافلة لنقل طلاب جامعة تعز وقد تصهرجت تحت دافع الحاجة وتأثير الحرب على تعز. الحافلة الصهريج أو الصهريج الحافلة كما يحلو للبعض أن يطلق عليها، هي في الأساس نتاج فكرة لتوليفة مبتكرة قدمها نشوان الرباطي الموظف بجامعة تعز، والهدف استفادة الجامعة من المتاح الممكن ولو كان خردوات من بقايا الحرب المدمرة على تعز. كانت الجامعات في بداية الحرب تكون للحوثيين، فكانت هناك اشتباكات أثناء التحرير مما قصف الطيران، فتعرضت الباصات إلى الدمار. كان لدينا 6 باصات تبع صندوق التكافل الاجتماعي، إهداء خاص بالطلاب الفقراء للنقل من الأرياف، من هجدة، من المسرخ، من المناطق البعيدة. فتأثروا 3 باصات، 4 باصات تأثر تأثير يعني أكثر من النص، 2 باصات، 1 باص تدمر نهائيا. استدعونا وجينا نشوف باصات، طبعا كانوا منتهين حوالي 80%، ومن بتجي زين من باص إلى باص، وبعض القطار الغيار أخذناه من السوق من الجديد، قطع غير جديدة أو قطع غير من التشليح تجميع وهذا، وقعت الفكرة وقيمنا الويت. التوليفة الهجينة من جسم صهريج ورأس حافلة كانت سبباً في لفت الأنظار إليها بادئ الأمر، حتى وصل الحال بالبعض لجعلها موضوعاً للتندر، غير أنه من الاقتراب أكثر من حقيقة هذه المركبة العملية والوقت المستغرق في تركيبها وتشغيلها، وقبل ذلك معرفة الدافع يتضح حجم الإنجاز الذي جاء بتعاون أحد كبار مهندسي المركبات في الجامعة. أجاءت الفكرة نظراً لأنه من أزمة في الجامعة من عدم توفر لدينا ويتات، ولدينا سكن طالبات احتياجه يومي ما يوقع إلى 3 زفات يومية ماء. كانت هناك الفكرة كون لدينا التانكي موجود والباص لم يعد للخدمة بعد الاطلاع ونزل لجنة فريق المهندسين بأنه لا يعود للخدمة، والإمكان بعد الجلوس معهم أن تحوله إلى ويت. فكانت الفكرة تأييد المهندسين بذلك. كانت مثل احتياجات سكن الطالبات احتياج ضروري جدا توفير المياه، خصوصا بأن الطالبات هؤلاء من الريف يأتين إلى هنا ولا يوجد هنا ولا يوجد مدينة معاهد المدينة بيوت أو سكن، فكانت الجامعة تحمل أعباء كثيرة حتى درجة أن كانت توصل توفير المياه خلال أسابيع تجاوز 1,900,000. الباص التكلفة الأولى اللي تم، الباص الآخر غير الويت هذا 1,300,000، يعني تكلفة قليلة، والويت الآن تجاوز 1,500,000. يعود نشوان إلى البدايات ويقول أن فكرته لم تكن لتنجح لولا دعم رئاسة الجامعة، ومنذ أن تم طرحها على المسؤولين وهو ما مكنه وصديقه المهندس من إنجاز صهريج نقل الماء وحفزهما على مواصلة إصلاح حافلة أخرى. بعد ما تم الدراسة ووضع الفكرة على قيادة الجامعة تم التوجيه، وبدينا بأول الفكرة بذات عملية القص وسمكرة الرأس. فكانت يعني هناك صعوبات في الماكينة، شظايا في البيبات مقطعة، ولكن العمل استمر. فأخذنا من الباص المتبقي هذا بعد القطاع إلى الباص الآخر حتى نمشي بالعمل. قيمنا الباص، هذا هناك باقي عدة باصات إن شاء الله شنقوم تجهيزين، وهذا والأخ نشوان رباصي يعني ما قصر، والدكتور رياض ما قصروش.
سيقدم الصهريج خدمات نقل المياه إلى داخل حرم الجامعة، وسيحل مشكلة نقص المياه في سكن الطالبات القادمات من المناطق الريفية الدارسات في الجامعة فور تركيب المضخة. وليس بمستغرب أن تأتي مثل هذه الابتكارات من داخل صرح تعليمي بحجم جامعة تعز. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة ومواضيع متنوعة أكثر تشويقا. إلى اللقاء. مدينتي نعم المدينة.